السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا الله ومسهلا، الله يسعد ذا الوجيه وين ما كانت، يسعدها سعادة أبدية في الدارين. يا هلا والله. معقولة قلبك يتمكن منه الحزن تمكن كامل وربي موجود؟ الله، ترى الحمد لله أعظم نعمة الربي ربي. الحمد لله أن الله هو الله. الحمد لله أن ما يغفر الذنوب إلا الله. الحمد لله اللي يعلم اللي في الصدور. أقرب الناس لك ما تقدر تفضفض له بكامل همومك، وإن حاولت تفضفض له ما تقدر، ما تلقى كلمات تعبر اللي في صدرك. لكن أبشرك الرب يعلم اللي في صدرك مهما وصل من الهم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. تطمن. إيش مصيبتك؟ إيش همك؟ إيش مرضك؟ إيش البلوى اللي انت ساقط فيها قدام قوة ربي وما قدر الله حق قدره؟ الله قادر، الله قدير، الله يقدر يغير من حال إلى حال. تطمن، الله جبار، يجبر كسرك ويكسر من تجبر عليك. لو نقدر الله عز وجل حق القدر لما استفزعنا بسواه، كان إذا حزب أمر عليه الصلاة والسلام فزع إلى الصلاة، لكن وما قدر الله حق قدره. من منا إذا صار مريض أو عنده أحد مريض أو أرهقته الديون أو عنده مشاكل مع عياله مع زوجته فزع إلى الصلاة، صار أكثر يومه صلاة، يتصل بالله، يا ربي يا ربي يا الله. أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد، يقول يا الله، يعني أنت تنادي ربي. لا تمل وتقول يا رب يا الله، لا تستعجل، ترى الطفل للطفل ولله المثل الأعلى، يردد يبه 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 لين يعطي، ولله المثل الأعلى. مهم مهم إذا جيت تدعي الله عز وجل بالفصحى، رجل أعرابي يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أعرف دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة واستجير به من النار. قال حولها ندندن عليه الصلاة والسلام، قل يا ربي تكفى أرجوك طلبتك بالعمية، عندك مشكلة عندك مصيبة هم غم، خل كل يومك صلاة، في الأوقات اللي ما فيها نهي خلها كلها صلاة، اتصال بالله والله ما يردك. إذا تقفلت بوجهك أبواب الدنيا على الأرض، ترى باب السماء مفتوح أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا قلت يا الله همسك على الأرض، ترى يا الله سامح الله. ترى إذا قلت يا رب يا الله، ترى ربي ما يعجز شيء، ربي ما يرد أحد. لا تحمل هم الإجابة، احمل هم الدعاء، ربي ما يرد أحد، والله ما قدر الدنيا. أقول ما تسمعون والله يعلم لما أقول. والله ما قد قلت يا الله يا رب ردني ربي، والله ما قد ردني، أحسن الظن بس.